مساك الله بالخير مشاهدي الكرام، وبكل الحب نقول لكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معانا في هذا اللقاء الذي يجمعنا كل اسبوع ومن خلال برنامج الرياضه زمان. اخترنا لكم حقيقه العديد من الفقرات الجميله والطيبه والتي تذكركم بماضينا الرياضي التليد. ولا تنسون عنوان البرنامج صندوق بريد 12 حولي، ويا هلا ويا مرحبا فيكم. الكرة مرة محيرة، الكرة والله محيرة، تضحك ومرة مكشرة، تضحك ومرة مكشرة، الكرة والله محيرة، الكرة والله محيرة، تضحك ومرة مكشرة، تضحك ومرة مكشرة. خلونا نسمع كل ما من شلون يفسره، خلونا نسمع كل لاعب لاعب من شلون يفسره، لعبنا شلون يفسره. موسم 79-1980، شوفوا الرياضة كلها دائما ترتبط بعامين كموسم رياضي، 79-80 يعني مو بس كرة القدم أو السلة والطائرة، لا وضمن سباقات الخيل، عشان كذا أقول لكم وضمن سباقات الخيل أقيم سباق يوم على كأس سمو ولي العهد وبحضور نخبة من الشيوخ ومحبي هذه الرياضة. وأثناء النقل كان هناك لقاء مع العم اللواء عبد اللطيف الثويني وكيل وزارة الداخلية آنذاك، والحديث عن نشاط نادي الصيد والفروسية. ليش يتحدث العم عبد اللطيف؟ لأنه أيضا هو عضو بنادي الصيد والفروسية، وكان من ضمن الحضور المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله جابر الصباح المستشار الخاص لسمو أمير البلاد آنذاك، الشيخ نواف الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ حمد صباح الأحمد، والشيخ المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ يوسف سعود الصباح.
الخيل تتجه إلى الميزان لإعادة وزنها بعد فوزها. الجياد الأربعة الأوائل يجب أن يعاد وزنهم مرة ثانية. الحضور وفي مقدمتهم المستشار الخاص لسمو الأمير المفدى يهنئ حمد صباح منتج الجواد الفائز، الشيخ نواف الأحمد، والشيخ محمد يوسف سعود الصباح. تهنئة لإسطبل دسمان بالفوز الأول بالسباق الأول هذا اليوم. الشوط الثاني لمسافة الألف وثمانمية والجياد المبتدئات أيضا. أما من جهة نادي السباق فهو القسم الآخر منه، تأسس هذا وقام عليه الهيئة العليا لسباق الخيل بإشراف رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة الشيخ صباح الأحمد، وكذلك رئيس مجلس الهيئة العليا الشيخ خالد الأحمد، وقد اهتموا به اهتماما كبيرا وساعد فيه مجموعة من الإخوان، كما أنهم بذلوا الجهد الكبير لمساعدة هذا النادي حتى قوموا. فبقي هذا النادي طيلة هذه المدة مستمرا على أرض الكويت ناجحا بفضل جهودهم، وقد حقق الكثير لأنه شجع أيضا على الحفاظ على الخيل العربي، الحفاظ على الخيل العربية وعلى إنتاجها في الكويت، وقد أنتجت الأسطبلات في الكويت إنتاجا طيبا يساوي أو يرتفع عن مستوى باقي إنتاج الدول العربية من الخيول العربية الأصيلة التي تتسابق على حلبة ميدانه. وفي مثل هذا اليوم من كل عام من يوم تأسيسه تتسابق الخيل على كأس سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بجائزة غنية وكأسا لطيف. ومثل هذا اليوم بعد شوطين إن شاء الله سيرى المشاهدين الخيول التي تتسابق عليه، وقد خصص هذا الكأس لخيول الثلاث سنوات، أي الخيول التي لم تبلغ السن الكاملة، تشجيعا للإنتاج المحلي، وإن شاء الله في العام القادم لا يتسابق عليه غير الإنتاج المحلي تشجيعا لهم. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر أخواني الكويتيين جميعا وعلى رأسهم الأخوان الذين قاموا بالمساعدة لهذا النادي من هدايا جمة. دلوقتي الجياد في الصناديق وعلى أهبة الانطلاق، انطلقت الجياد دلوقتي ماشي في مقدمة الجياد الجواد معتز لإسطبل النشامة، وراء معتز ماشي معتز، لا يزال معتز منبرز. دلوقتي راح للمقدمة لإسطبل دسمان، دلوقتي العميد لإسطبل الخليج العميد، وراء العميد ماشي معتز، والمركز الثالث ابن الخليج، دلوقتي معتز، لا يزال الخليج في المقدمة، دلوقتي نبراس راح المقدمة، وراء خليج، نبراس وخليج وسابوا علامة الست ثمان، وجاي وراهم نبراس الخليج العميد ابن دلوقتي معتز، والرابع ابن الخليج. دلوقتي العميد في المقدمة وراء نبراس، الثالث معتز العميد نبراس ومعتز، والرابع ابن الخليج. العميد لا يزال في المقدمة لإسطبل الخليج، وراء نبراس لإسطبل دسمان، المركز الثالث معتز لإسطبل النشامة، والرابع ابن الخليج لإسطبل الرجيبة. لا دلوقتي نبراس بيحاول يحزن مركزه قبل الدخول إلى الطريق المستقيم، وجنبه من الداخل على الحطب الجواد العميد لإسطبل الخليج، والثالث معتز لإسطبل النشامة، والرابع ابن الخليج لإسطبل الرجيبة. دخلوا الطريق المستقيم، وطول الطريق المستقيم 400 متر. لا يزال دلوقتي معتز جه منطلق من جنب الحطب بيحاول ياخذ المركز الأول، ولكن نبراس لم يعطيه الفرصة. نبراس تقدم وعلى الحطب وراه في المركز الثاني معتز،
ولا يزال العميد في المركز الثالث من الخارج. نبراس يتقدم بقوة وقدام الخيل زي ما انتم شايفين بحوالي 8-9 اطوال تقريبا وصل علامة الوصول، وعميد رجع تاني خد المركز الثاني، والثالث رقم 5 معتز، والرابع عطوفة للصبل دسمان، وينتظر نتيجة الحكام سيداتي وسادتي. يصبح الجواد لمح البصر الرقم القياسي لهذا الموسم على هذه المسافة، حيث لم يسجلها أي جواد من قبل. المسافة بين لمح البصر وضياء البلاد يفوز لبيك لاصطبل السلام، ويعزز من انتصاراته ويعزز أيضا من مكانة اصطبل السلام، وذكرى طيبة في قلوب المسؤولين عن اصطبل السلام أن يفوز الجوادهم في يوم عودة سمو ولي العهد سالما إلى الأرض الوطني. حقيقة مناسبة نعتز فيها ونفتخر أن يكون من بين الحضور القائمين على السباق والقائمين على حمايتنا ككل كمواطنين. جياد الخيل تستعد للانطلاق، المسافة 1400 متر. انطلقت الخيل من الخارج ممدوح، من الداخل لبيك لصبل السلام، من وسط الخيل الأسرج. الأسرج الآن الريس من الخارج، والأسرج من الوسط الريس من الخارج، من الداخل الأسرج اصطبل دسمان. الخيل عند علامة 1400 متر، والأسرج اصطبل دسمان بالمقدمة، وراء بيبي اصطبل الوحدة الاستقلال الوحدة لبيك المركز الثالث. المركز الرابع الريس، الأسرج اصطبل دسمان ما زال بالمقدمة، وراء بيبي، وراهم لبيك اصطبل السلام. المركز الرابع والخامس الريس وممدوح. الأسرج مبتعد عن الخيل 4 أطوال عند علامة 1000 متر، ما زال الأسرج يزيد ابتعاده عن الخيل، وراء بيبي، وراهم لبيك والمركز الثالث من الداخل. الريس حسن مركزه وأصبح المركز الثالث، ما زال الأسرج اصطبل دسمان بالمقدمة وابتعد عن الخيل 4 أطوال عند علامة النص ميل. الأسرج اصطبل دسمان متقدم الخيل، اندفع له الريس وبيبي لاصطبل استقلال الوحدة بالمركز الثاني والثالث. المركز الرابع أصبح لبيك. الأسرج اصطبل دسمان بالمقدمة عند علامة 400 متر الأخيرة، وبدأ يفتح الأسرج أكثر على الخيل، اندفع له الريس من الداخل بقوة. الريس أصبح المركز الثاني والأسرج المركز الأول. صراع قوي بين الأسرج والريس عند علامة 100 متر الأخيرة. الريس يندفع من الخارج يحاول يأخذ المركز الأول. الريس أصبح المركز الأول، وراء الأسرج اصطبل دسمان. الريس اصطبل لبيك من الخارج مندفع بقوة، لبيك مندفع من الخارج بقوة، لبيك اصطبل السلام مندفع، لبيك والريس لبيك اصطبل السلام، لبيك عند علامة النهاية لبيك يفوز ويقطع المسافة بطولين من الريس. لبيك اصطبل السلام نتاج محلي، وقطع المسافة في دقيقة 38 ثانية 7 قاصر. بالمركز الثاني الريس اصطبل الاستقلال والوحدة، المركز الثالث الأسرج لاصطبل دسمان، بالمركز الرابع ممدوح لاصطبل النشامة. ونأتي إلى كرة السلة، وضمن الدوري العام للموسم الرياضي 78-1979 التقى القادسية والعربي، وطبعا القادسية فريق قوي كان وما يزال بكرة السلة، وعنده مجموعة ونخبة من المتميزين، حتى أن يومها تصور وفاز على العربي 104 نقاط مقابل 55، يعني النتيجة صعبة كانت على العربي. وقيمت على صالة ثانوية كيفان مثل القادسية حسين بودهوم ويوسف الماجد وخالد الزنقي وفيصل المرزوق وأحمد الزنقوي ووليد المحارب وعلي الشطي ورباح الرباح وفيصل البرسلي وسعود الرباح ومحمد مقامس ووليد العساكر. العربي مثل كل من علي طالب، عبد الله فراج، عبد الرحمن أمين، بدر حيدر، جاسم فراج، سعود الفقعان، عبد العزيز المواش، ابراهيم محمد عبد الله، احمد جاسم وحسين جاسم وخالد النكاس وخالد الياقوت. شوف بقول لكم عن التعليق، منو كان معلق هذه المباراه؟ العاده احنا نسمع دائما الاستاذ يوسف عبيد. التعليق الاخ الكريم دسمان بخيت، وهذا دسمان بخيت احد نجوم كره السله سواء في النادي العربي او على مستوى منتخب المدارس او على مستوى منتخب الكويت، وكان أيضا نجم من نجوم كرة السلة في تلك الفترة.
سيداتي آنساتي سادتي، من ثانوية كيفان حيث ننقل لكم مباريات هذه الليلة من مباريات الدوري العام لكرة السلة بين فريق نادي القادسية الرياضي والنادي العربي. صفر الحكم الدولي صفر، ويساعده الحكم الثاني حنفي. تبدأ المباراة الآن. غبس عند القادسية، يوسف ماجد 13 14، بداهم يرجعها مرة ثانية، ومن بعيد نمرة 13 تضرب الحلق، يخطفها الصراف. صراف علي حسين صراف كابتن النادي العربي، على شماله 15 11، ونقطتين حلوة. أول نقطتين 15 خالد الياقوت رقم 15، حط نقطتين للنادي العربي 2-0، والكرة عند 13 قادسية سعود الرباح، على شمال 12 فيصل بدهوم بيسقط حق، يلا يا يوسف، ياخذها نمرة 12 عربي إلى صراف من يطلع له 15، ورجع حق نمرة ويخطفها منه وداهوم، 4 قادسية إلى 13 بلاي ميكر سعود الرباح، على يمينه وعلى شماله يعطيه 12 برسلي من بعيد، فيصل برسلي يخطفها نمرة 12 اللي هو العربي أحمد جاسم عبد الله، ومن بعيد وفي خطأ على علي طالب نمرة 4 الفريق من النادي العربي، والكرة قادسية برسلي فيصل برسلي دخلها إلى 13 سعود رباح، وبرسلي مرة ثانية وبتضرب في علي طالب وتطلع الكرة برا 12، فيصل برسلي مرة ثانية لفيصل سقطها لبداهم من بعيد، وفي خطأ على 13 العربي حسين جاسم، الكرة لصالح القادسية، واللي راح يدخل كرة فيصل 12 برسلي إلى 13 رباح مرة ثانية بيسقط، الله من بعيد، وفي فاول بيطلع يوسف الماجد طويل على البول بيخبط في نمرة 12 من النادي العربي أحمد جاسم، وفي رميتين من 3 رميات، واللي راح يرمي يوسف الماجد من القادسية، لا يزال الحكم يسلمها ليوسف الماجد، الرمية الأولى يوسف الماجد بيحط نقطة، الرمية الثانية، الماجد حلوة، بتعادلون 2 الكل، كرة علي الصراف من يطلع له من بعيد، جاسم بياخذها العساق القالة بيعطيها 13 سعود الرباح تطلع اوت 12، فهد برسلي فيصل من بعيد وحلو 13 سعود عبد العزيز الرباح، الكرة عند العربي صراف على شمال 15 من بعيد وليد بتطلع خارج، في خطأ على 7 على 12 النادي العربي في فاول، ومن بعيد بياخذها وليد خالد ياقوت عربي، جاسم فراج انتظر واحد يطلع على جاسم على شماله من بعيد، سي جاسم بياخذها 12 طالع فيصل برزلي
13 من بعيد، سعود، سعود الربع، الرباع بحق الديه القادسية، 6-2 بصالح القادسية، والكرة عند الحسين على حسين جاسم 13 من بعيد، حسين جاسم ونقطة، وفي خطأ على يوسف الماجد 5، في رمية واحدة للنادي العربي، حسين جاسم يرمي من بعيد يحط نقطتين، وفي أيضا دزة من يوسف وماجد، ولأن حسين جاسم حط نقطتين طبعا لرمية واحدة يرمي تضرب الحلق بقطعها 13 قادسية سعود الرباح وطويلة حق بدهوم ويخطفها 15 الياقوت خالد ياقوت عربي يطلعها خارج بدهوم 13 ومن بعيد الماجد بنط وياخذها 15 ومن بعيد الماجد من ياخذها الماجد مرة ثانية وفي 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 فاو فاول وفي خطأ على حسين جاسم في خطأ على حسين جاسم نقطتين وفي رمية لصالح القادسية ولا حيرمي يوسف الماجد القادسية تقدم الآن 8-4 وفي رمية واحدة للقادسية الماجد نمرة 5 تضرب بقطعها حسين جاسم طالب على يمينه داش يطلع له فراج فراج طالب جاسم من بعيد بياخذها الماجد بيطلع فيها 13 سعود الرباح ودهوم من بعيد تضرب ب 12 العربي احمد جاسم وتطلع خارج صاحب القادسية بدهوم يدشش كرة يخطفها حسين جاسم فراج طالب كرة طالب بيعدي النص حسين جاسم ومن بعيد حلوة بيحط نقطتين 8-6 لصالح القادسية الكرة عند 13 سعود الرباع على يمينه 12 فيصل ومن بعيد الرباح وحلوة نقطتين حلوة الرباح فيصل 13 واللي هو سعود عبد العزيز الرباح علي طالب حسين جاسم داش وبياخذها 13 طالع الرباح طويلة ل 12 فيصل فيصل وفي خطأ في خطأ من المحلية نذهب إلى العالمية ففي نهائي كأس العالم بين هولندا والأرجنتين والأرجنتين كانت منظمة نهائي كأس العالم 1978 في بيونس آيرس وكعادة كل الدول المنظمة تحرص كل الحرص لإظهار كل ما تحمله هذه الدولة من مقومات سواء على المستوى البشري أو المستوى المادي أو الفكري لذلك نشوف جميع الدول تتبارى حقيقة في مظاهر حفل الافتتاح حفل بيونس آيرس كان مميز كعادة هذه الدول أكيد ما في دولة تنظم كأس العالم إلا عندها استعدادات مو طبيعية وكعادة تلفزيون دولة الكويت بنقل أهم الأحداث الرياضية نقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة مع اختلاف الوقت خل بالكم يعني الفجر يعني تقريبا الساعة 3 بالكويت كنا نقلنا حفل الافتتاح وكذلك بقول لكم شغلة عمل تلفزيون الكويت استوديو تحليلي لهذه النهائيات وهو أول تلفزيون عربي يقوم بعمل كهذا لأنه مو عملية مو بسيطة ترى أنك أنت تأتي بمحللين ومحللين لمن لنهاية كأس العالم مو أي واحد يحلل لكن كانت بداية وكان تلفزيون الكويت لابد أن يعملها بعد ذلك أتت تلفزيونات أخرى وجاء تلفزيون الكويت
وبدأ حقيقة يعمل استديوهات التحليلية ويأتي حقيقة بنجوم كرة القدم ويقومون حقيقة والنقاد ويقومون بالتحليل على تلك المباراة أو هذه النهائيات. عموما أنتم عارفين في هذه البطولة وكعادة الدول المنظمة إلا اللهم ما ندر فازت الأرجنتين على هولندا وفازت بكأس العالم. De las camelias en los acordes del carrusel de bandas militares aquí en el estadio River Plate en la capital de la República Argentina en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de Fútbol 1978. Holland, duly incensed, started the game aggressively. They committed a number of brutal fouls in the opening minutes. Initially, it was only the brilliance of Filiol that kept the scoreline goalless. Ardiles started.
started the move, Kempes finished it. Argentina were in the lead. In the second half, Luque had a marvellous chance to put Argentina further ahead. After 59 minutes, Ernst Happel, the Dutch manager, substituted Johnny Rep for Dick Nanninga. The striker had promised reporters that he would come on in the last 10 minutes and score. Except for the timing, the forecast was accurate. Nanninga headed Holland level. In the dying seconds of normal time, Kroll picked out Rensenbrink. Inches away from winning the World Cup. At the end of normal time, the scores were still level. The game went into extra time. Minutes of the first period, Kempes scored again. The Argentinians once more had the lead. For the second time, he'd managed to weave his way through the Dutch defence. Even if he'd been a little fortunate. In the second period of extra time, further gaps were exposed in the Dutch defence. Bertoni scored their third. Kempes this time was the provider. Erupted with emotion. Argentina had won the World Cup. The people had the victory they so desperately needed. It had not been a classic final, but a thrilling one. For the second successive time, Holland had fallen at the last hurdle. Argentina had become the fifth host nation to win the cup. Menotti had delivered his promise of a new era in Argentinian football. الكويت وإيران ونهائي كأس أمم آسيا في السبعينات. إيران بتلك الفترة حقيقة مسيطرة على كرة القدم خاصة في غرب آسيا، من اللي يضاهيها طبعا كوريا الجنوبية بصفة خاصة، إنما كانت إيران، العراق إلى حد ما، لكن إيران وإيران وعندهم ملعب يسمى بتلك الفترة ملعب أريا مهر يشيل ما يقارب 120 ألف متفرج، وعنده من النجوم، يعني أنا بذكر لكم بعض الأسماء لو قلت لكم تلك الفترة: حسن ندري، حسن روشان، علي بروين، بيجان، يعني في أسماء عديدة، لكن بروين طبعا أصبح فيما بعد مدرب. أسماء مو طبيعية حقيقة عندهم. الكويت لا تقل شأنا، لكن توه بدأ فريق رحيقة ينسجم، والنجوم أمثال فتحي، سعد الحوطي، حمد محمد، المرحوم فاروق إبراهيم، محبوب جمعة، إبراهيم دريهم، عبد الله معيوف، صالح العصفور، حمد عبد الله،
محمد عبد الطرابلسي. لكن تبقى إيران تلك الفترة، طبعا فازوا إيران على منتخب الكويت، لكن منتخب الكويت قدم أيضا مباراة كبيرة بعدها عاد 1980 نظمنا نهائي كأس العالم وفزنا بكأس أمم آسيا لأول مرة وبنفس النجوم. فتحي كميل تروح منه ياخذها 6 قاسم فور بردها ورا إلى المدافع الإيراني إلى حسن روشان، حسن روشان هو إبراهيم الدريم، حسن روشان راح يعليها، حسن روشان لاحظ راح يعليها مر حسن روشان على لاعب الملعب، لكن وين ضربة الدريم طلعت ورا برا الملعب. 10 دقائق الآن الفريق الإيراني هو اللي ضاغط أكثر، الجمهور الإيراني إيران اللعب كورنر خطرة أحمد طرابلسي، نما أحمد طرابلسي يأخذها وداش معاه لاعب الإيراني، الحكم بيشاور يلعب ما فيه شيء اللي هو دوباج من سويسرا، طرابلسي بيلعبها لعبد الله معيوف، محبوب جمعة طولها قدام ياخذها حسن نذري سهلة طولها قدام صعب أو طلعها برا الملعب أو رمي ثمان لمنتخب إيران حسن نذري. فريق الإيراني رمي ثمان في اللعب إبراهيم دريهم نطلع صورة برا الملعب في اللعب أوت رمي ثمان حسن نذري مرة ثانية صاع لعب حمد أبو حمد أخذها بيلعبها إلى محمد عبد الله إلى حمد أبو حمد سعد الحوطي فاروق إبراهيم إلى حمد أبو حمد سعد الحوطي مثلث حلو ناحية شمال إبراهيم دريهم حمد أبو حمد سعد الحوطي يلعبها لفتحي لكن حسن نذري يقرب لها يأخذها سهلة حسن نذري. لاعب منتخب الكويت بيلعب طريقة 4-4-4-3-3 لكن محمد عبد الله بيميل للدفاع أيضا معاهم فمهمته أنه نفس يكون رايح جاي. اللعب إلى أندريس سندريان إلى قليج خاني لعب طولة ناحية علي خورشيدي العصفور بيأخذها بيطلعها من جدغام خورشيدي بيلعبها لفاروق إبراهيم لفيصل الدخيل لفاروق إبراهيم ناحية اليمين هذا فاروق ماشي بيطلعها من اللاعب الإيراني بيلعبها توصل لقليج خاني علي خورشيدي قاسم فور قاسم فور يمع علي خورشيدي لعبه بعد ملعب لقليج خاني قاسم فور كرة معه علي خورشيدي مر علي خورشيدي طلعها مع فاروق بيطلعها منه برا الملعب. لاحظ فريق الإيراني بيميل للعب ناحية الشمال أكثر ناحية اليمين توصل كرة إلى كورشيدي كورشيدي إلى قليج خاني قليج خاني حسن نذري فريق الإيراني ناحية اليمين توصل إلى فريق الإيراني ناحية اليمين كرة معه بحاول مر حمد أبو حمد مر طلع بعد الملعب خطرة قصدي عبر الرجول اللي ما أصبر برا الملعب أو قليج خاني قليج خاني طلع حلوة قليج خاني تيجي شمالها جنب القائمين تطلع كرة برا الملعب ضربة مرمى لمنتخب الكويت الأهلي طرابلسي لعبد الله معيوف لأحمد طرابلسي طويلة ناحية فتحي يقرب لها هندريك يأخذها نصاب في جان نصوي عبد الله بالعبها إلى 6 قاسم فور قاسم فور ناحية اليمين كرة برا الملعب سعد الحوطي فوق اللي خاني لعبها لابراهيم دريهم ناحية حمد ابو حمد لابراهيم دريهم حلوة كرة مع دريهم اخذها ماشي دريهم
الى حمد ابو حمد. حمد ابو حمد شو مع شايف لما تضرب اللاعب الايراني منقوله هجمه ناحيه اليمين الى فاروق ابراهيم على الفصل الدخيل حطها على فصل الدخيل بيمينه جنب القائم الشمال برا الملعب. 23 دقيقه في الدقيقه 24 فيصل بيحط له واحده بيمينه حلوه اللاعب الى علي برين. جمهور الغليل اللي شايفه انا وعلم معاه مسويت شوف كره ابراهيم محمد عبد الله ياخذها حسن نزري الى نصر الله عبد الله ناحيه السمرياني يحصلها بيلعبها لمظلومي لعبها لمظلومي قدام مظلومي صلح انما ياخذها سعد الحوطي مره ثانيه طلع لعرض ملعب ياخذها سعد الحوطي مره ثانيه الى قاسم فور. قاسم فور بيلعبها لما ابراهيم دريم بيحلق عليه تطلع مره الملعب مثل ما تفكر الحكم اللي هو دوباج من سويسرا وبساعده من اليابان ومن الهند اسامي من اليابان وكرمل هاج من الهند طويله اللعب قدام سعد الحوطي يلعبها ياخذها حسن نزري فريق الايراني كره معه حسن نزري الى انديس سندريان كره معه قليش خاني كره مع قليش خاني لعبها خاطر رجع من العلاقه برا قليش خاني يحاول هو انما يطلعها العصفور برا الملعب كونا قليش خاني ما بكم عمره 31 سنه كان ما لعب مع الماضي المنتخب لما المدرب هذا مهاجراني رد اللاعب قليش خاني الفريق كورنر لعبة كورنر يلا ما يبعدها براسه توصل شوت تضرب محمد عبد الله تطلع ترى برا حصل محمد عبد الله قبل اوت لعب لفايف دريهم الى حمد ابو حمد اوت طلعت اوت راية مرفوعة علي برين فريق علي برين اللعب ناحت عز ايه كرة ناحت لمين تاج بيقول انما احمد طرابلسي حلوة حسن نزري حسن نزري المدافع اليمين يتقدم بحطة واحدة على طرابلسي انما يطلع احمد طرابلسي من جنب القائم الشمال حلوة برا الملعب كورنر حسن نزري بيلعب كورنر خطرة تاج بيقول ترجع مرة ثانية توصل لفيصل الدخيل فتح جميل فاول 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 على اللاعب الايراني سعد الفتحي فاول اللعب محبوب جمعة منتخب سويسرا الاهلي عبد الله معيوف محمد عبد الله يفصل الدخيل لمحمد عبد الله قال عصفور الحوطي الحوطي عم الى فاروق ابراهيم فاروق محمد عبد الله لما يطلع اللاعب الايراني ثمانيه اللي هو نصر الله عبد الله هجمه عسيه قليش خاني لعبها ناحيه روشان احمد طرابلسي طلعها توصل لحمد ابو حمد هاند بول هاندبول لان احمد طرابلسي كان طالع خط ال 18 طلعها بيده ليش؟ لان حارس المرمى حارس مرمى لحق ان يمسك الكره داخل منطقه 18 بيده عشان هو حسن نجري راح يشوت وعلي بروين جول جول عطا عطا رقم سبعه بروين من فاول من هاندبول لما طلعها طرابلسي اخطا بالجول في الدقيقه 28 في الدقيقه 28 في الدقيقه 28
وضمن الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الأمير موسم 79-1980 التقى كاظم والقادسية، ويومها فاز في هذه المباراة كاظمة، وأدار هذه المباراة عبد العزيز السلمي وساعد عبد الله الغريب وحسن الموسى، وفاز مثل ما قلنا كاظمة بهدف، سجل الهدف إبراهيم علي، ووصل بعدها إلى النهائي أمام الكويت. مثل كاظمة كل من آدم مرجان، عباس خورشد، عبد الله معيوف، خليل إبراهيم، جمال يعقوب، فوز إبراهيم، ناصر الغانم، حمود فليطح، بدر الشمروخ، يوسف السويد، إبراهيم علي. مثل القادسية المرحوم أحمد الثويلي في حراسة المرمى، جاسم سعود، محمد الحربان، عبد الله عبد الرسول، حمد أبو حمد، فالح فلاح، حمد الزايد، جاسم، طبعا جاسم والدخيل، اقول لما اقول جاسم اقول الدخيل كذي، عبد الله نواف، وكان اشوفه من ضمن الحضور العم خضير المشعان رئيس نادي الكويت، المرحوم باذن الله تعالى والمغفور له عبد العزيز جعفر، وايضا الذي من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الكويت، الاخ احمد عبد الصمد رئيس مجلس اداره النادي العربي، الشيخ العيد المالك ونائب رئيس النادي العربي، أحمد جعفر وكان رئيس نادي الشباب وعضو كان أيضا في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وهذه المباراة بتعليق الزميل جاسم مجلي. وأيضا أقول لكم الجميع وقف دقيقة حداد على روح المرحوم بإذن الله تعالى العميد محمد الحمد رئيس اتحاد الشرطة وأحد مؤسسي نادي القادسية، لذلك الحين الملعب اللي بنادي القادسية سمي باسم استاد محمد الحمد. سيداتي آنساتي سادتي، أحييكم أطيب تحية من استاد نادي الكويت الرياضي، حيث يسرني أن أنقل لحضراتكم بعد قليل الوصف التفصيلي لمباراة اليوم وهي بين القادسية وكاظمة. هذه المباراة تقام ضمن مباريات مسابقة كأس صاحب السمو الأمير للموسم الرياضي 79-80. شايفين أنتم بالصورة الآن حمد أبو حمد كابتن فريق القادسية وعبد الله معيوف كابتن فريق كاظمة، وبينهم الحكم عبد العزيز السلمي راح يعمل القرعة قبل بداية المباراة. طبعا كل فريق راح يختار إما الكرة أو يختار الملعب. القادسية وكاظمة والعربي وقعوا كلهم في مجموعة واحدة وهي في المجموعة باء، لهذا راح تشهد هذه المجموعة مباريات قوية وحماسية. طبعا كل فريق يطمح أن يفوز بكأس صاحب السمو. الآن عملت القرعة، القادسية راح يختار على يمين المقصورة مثل ما هو ظاهر الآن بالصورة، وكاظمة على شمالها. شايف أنا إبراهيم علي ويوسف سويد على شمال في دقيقة حداد على روح فقيد الرياضة المرحوم العميد محمد أحمد الحمد رئيس اتحاد الشرطة. انتهت دقيقة حداد على روح المرحوم العميد محمد الحمد، والآن راح يسنتر الكرة فريق كاظمة اللي راح يلعب له اليوم في حراسة المرمى آدم مرجان، وفي خط الدفاع عباس خورشيد وعبد الله معيوف وجمال يعقوب وخليل إبراهيم،
وفي الوسط فوز ابراهيم وناصر الغانم وحمود فليطح وبدر الشمروخ 4-2-4 يلعبون، ويوسف سويد وابراهيم علي في خط الهجوم. هذا بالنسبه لفريق كاظمه، وان شاء الله حصر فرصه بس اعطيكم اسماء فريق القادسيه. فاول لصالح القادسيه، والفاول في المباراه القادسيه يمثله احمد ثويني في حراسه المرمى، وناجي جاسم، سعود ابو حمد، محمد الحربان، وعبد الله عبد الرسول في خط الدفاع، حمد ابو حمد، وفالح فلاح، ومحمد الداير في خط الوسط، جاسم يعقوب، وفيصل الدخيل، وعبد الله نواف في خط الهجوم. سعود ابو حمد بينيه لفالح فلاح، هجمه القادسيه ناحيه اليمين، كره حلوه ناجي جاسم، ناجي ومغطي على الشمروخ، طولها قدام ناحيه ابراهيم علي كاظمه، ابراهيم علي يلم الكره يرجعها ورا لبدر الشمروخ، الشمروخ لجمال يعقوب. هذه اول مباراه يلعبها القادسيه في مسابقه كاس الامير، اما كاظمه فقد لعب مباراه واحده مع النصر وانتهت لصالح كاظمه 6-1. عبد الله نواف لحمد ابو حمد، ياخذها من محمود فليطح، يلعبها لخليل ابراهيم كاظمه، عرضيه ناحيه الشمال فوزي ابراهيم، قادسيه 0 وكاظمه 0 في بدايه مباراه اليوم ضمن مسابقه كاس الامير. ناحيه الشمال عباس خورشيد، هجمه لكاظمه يلعبها ارضيه تنقطع، يقطعها نادي جاسم، وفالح فلاح يطولها قدام ناحيه عبد الله نواف، هجمه للقادسيه، عبد الله نواف يتقدم بالكره قدام، عبد الله نواف مغطي عليه جمال يعقوب، وفي فاول على قلب دفاع كاظمه جمال يعقوب. مباراه اليوم يديرها الحكم عبد العزيز السلمي، ويساعده عبد الله غريب وحسن موسى. تلعب الكره خطره عاليه، نحط برا جاسم يعقوب، لكن يغطي جمال ويقطعها ويلعبها خليل ابراهيم طويله، تروح للحربان. قادسيه وكاظمه لقائهم يتميز بالاثاره والحماس. سعود ابو حمد يلعب اليوم في خط الدفاع مكان يونس ضيف، فالح فلاح القادسيه، ناحيه اليمين ناجي جاسم، محمد الذاير، ناجي مره ثانيه، وانتوب الاثنين حلوه ناحيه اليمين، لعب الذاير يحاول يمر لكن تنقطع منه وتروح الكرة لبدر الشمروخ، عباس خورشيد كاظمة، جمال يعقوب يلعبها لإبراهيم علي، مع فوز إبراهيم، إبراهيم علي، ناصر الغانم يدش على فالح فلاح يلعبها حلوة ناحية جاسم يعقوب، انفردوا هو الجول، جاسم يعقوب ما فيها شيء، انفرد جاسم يعقوب هو الجول، حاول يمر لكن طالت الكرة منه وضاعت فرصة ثمينة على فريق القادسية. فرصة ثمينة على فريق القادسية، خط دفاع كاظمة وقف على أساس أن الكرة تسلل لكن ما فيها شيء، ودش آدم مرجان في الوقت المناسب وقدر أنه يضيق على جاسم يعقوب ويضيع فرصة على القادسية. ضربة ركنية لصالح القادسية تلعب، ناجي جاسم طلعها جمال، جمال يعقوب تروح لحمود فليطح، كاظمة ناصر الغانم، كاظمة تنقطع تطلع اوت، رمية تماس لكاظمة راح يلعبها خليل ابراهيم، فوزي ابراهيم، فوزي لبدر الشمروخ، بدر الشمروخ يعليها قدام، خاطره ياخذها على هذا، وشو حلوه، الله تضرب القائم ترجع مره ثانيه، ابراهيم علي وشو حلوه، جول حلوه ابراهيم علي، ابراهيم علي حلوه يحط هدف كاظمة الاول، ابراهيم علي كره سددها الشمروخ وردت من القائم، وكان مستقبلها ابراهيم علي اللي صلحها لنفسه وحطها داخل الجول، حلو بطن الجول، مسجل هدف كاظمة الاول بالدقيقه 13، كاظمة قدر يسجل هدف الاول بالدقيقه 13، حط اللاعب ابراهيم علي كان متابع ومتوقع الكره فسجل الاصابه لصالح فريقه بالدقيقه 13، وتصبح الان النتيجه 1-0 واحد كاظمه والقادسيه لا شيء. تلعب
جمال يعقوب يقطعها، كاظمة واحد تنحط بالراس وجاسم يعقوب راسه، فوز ابراهيم. تعال مرة ثانية جاسم براسه وحمد محمد، وفاول على فيصل الدخيل، فاول على فيصل الدخيل، حاش حارس المرمى آدم مرجان وهو طاير على الكرة بيستلمها حاشة، فنتمنى إن شاء الله أن تكون إصابته سليمة ويقدر يكمل المباراة. آدم مرجان هذه كبار الشخصيات الرياضية في المقصورة الرئيسية يتابعون مباراة اليوم، مباراة كاظمة والقادسية دائما يحرص على متابعتها جمهور كبير من محبي ومشجعي كرة القدم، نظرا لما يتمتع به الفريقان من مستوى جيد ويضمه من لاعبين يمثلون الكويت في المنتخب الوطني. الآن قام آدم بالسلامة، كاظمة واحد والقادسية لا شيء، سجل هدف كاظمة في الدقيقة 13 المهاجم إبراهيم علي لاعب المنتخب الوطني. تلعب جمال يعقوب يطولها قدام ناصر الغانم، يلم الكرة لعباس خورشيد ناحية الشمال، ناصر الغانم، عباس خورشيد، عرضية لجمال يعقوب عليها قدام حلوة ناحية حمود فليطح وداش معاه عبد الله عبد الرسول، يلعبها للحربان، عبد الله نواف مغير محله لحمد محمد، حمد تضيع من الكرة ولكن في فاول على يوسف سويد، فاول على سويد. فالح فلاح، كاظمة واحد قادسية لا شيء والكرة مع ناجي جاسم يعليها قدام جاسم يعقوب براسه تروح لعبد الله نواف صلحها لفيصل الدخيل، حاول اموره جاسم يعقوب، جاسم يعقوب يعلي كرة حلوة خطرة عبد الله نواف فيصل الدخيل، وفاول على فيصل الدخيل، حاش لعبة خطرة، لعبة خطرة الدخيل حاش اللاعب عبد الله معيوف، لعبة خطرة هذه باكورد خطرة، وعبد الله إن شاء الله يقوم ويقدر يكمل، وأنا شايف الآن ما في أي شيء. عبد الله من لاعبينا الجيدين ونأمل أن المباراة تنتهي وجميع اللاعبين بخير. فاول لصالح كاظمة، كاظمة متقدم واحد، قادسية لا شيء، إبراهيم علي نجح في الدقيقة 13 من أنه يسجل إصابة فريقه، والآن مر على بداية الشوط الأول 16 دقيقة 17 دقيقة بالضبط على ساعتي 17 دقيقة. سعود محمد ناحية الشمال، عبد الله عبد الرسول، عبد الله قدام من حقه تنقطع، يقطع عبد الله معيوف ياخذها الدخيل وايضا يقطعها منه فوز ابراهيم، تروح لخليل ابراهيم، حمود فليطح يمر من عبد الله عبد الرسول، فليطح يتاخر ياخذها منه الذاير، الذاير ناحيه فيصل الدخيل ويرجعها عبد الله معيوف لحارس المرمى ادم مرجان. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم على الخير والمحبة، يا رب إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم، أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسون عنوان البرنامج صندوق بريد 12 حولي